موعد تاريخي تنتظره مدينة النجف الأشرف لاستقبال باب الفاتيكان ضمن جدول زيارته للعراق مطلع الشهر المقبل، حيث تتضمن الزيارة لقائه بالمرجع الأعلى السيد السيستاني لما تحتله هذه المدينة بمرجعيتها من مكانة كبيرة بين مدن العالم كمبعث لرسائل التعايش السلمي. بدأت الاستعدادات فعليا وأطلقنا الحملة الإعلامية صباح هذا اليوم، وتلاحظ الآن بدأت تزيين الشوارع بالأعلام العراقية وكذلك أعلام الفاتيكان، وأيضا بعد يومين إن شاء الله حتكون أكو فليكسات كبيرة جدا تعلق في كل النجف بطريقة نظامية حضارية بطريقة مرتبة ترحب بالضيف الكريم، وأيضا مقولات للإمام علي عليه السلام بحق الإنسانية هم أيضا راح تكون لها وجود. حالة تنظيمية كبيرة، حالة أمنية أكبر أجريناها، الحمد لله استعداداتنا كبيرة جدا. راح تقدم هدايا ثمينة إلى قداسة البابا، أيضا بنفس الوقت راح تكون أكو مفاجآت بيوم الزيارة، راح تشاهدون الحالة التنظيمية على غير ما راح تسمعون به إن شاء الله. فيما هيأت مدينة النجف الأشرف الأمور الفنية واللوجستية والأمنية التي تتطلب ظهورها بما يليق بمكانتها، وخاصة تنظيف الشوارع ونشر البوسترات الترحيبية بقدوم باب الفاتيكان وهذه الزيارة التاريخية. اليوم بدأنا الحملة الفعلية برفع الأعلام، أعلام دولة العراق ودولة الفاتيكان، بالإضافة إلى نصب بوسترات خاصة بمحافظة النجف الأشرف وخاصة بزيارة الباب الفاتيكان إلى محافظة النجف الأشرف، لما تعني هذه الزيارة زيارة مهمة إلى محافظة النجف الأشرف. رسالة مهمة حول الأخوة الإنسانية وحول التعايش بين المكونات العراقية كان لها صدى حيث أعلن باب الفاتيكان زيارة هذه المدينة المقدسة واللقاء بالمرجع الديني السيد السيستاني. لذلك اليوم نحن فرحين جدا ونحن نشارك في هذه الحملات ونطلق هذه الهاشتاغات للاحتفاء بزيارة البابا والترحيب به في بلده العراق وفي مدينته النجف الأشرف التي هي إحدى مدن العراق القديمة التي عرفت بالديانة المسيحية. وتنتظر مدينة النجف الأشرف مطلع شهر آذار المقبل زيارة باب الفاتيكان، والتي أنهت جميع التحذيرات لإحياء هذا الحدث التاريخي في ظل ظروف صعبة وعلى كافة الأصعدة، ومنها تفشي وباء كورونا والأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المحافظة مؤخرا. من النجف الأشرف، معتز العبودي، زاكروس تي في.